ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و91 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 69 بعد 200 على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37,900 شهيد و87,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.